واو من سيفوز؟ واو وات. السلام عليكم يا شباب، اهلا وسهلا، رمضان كريم. اليوم يا اصدقاء عندنا نزال بين الاخير الاخير، شفتم الاخير الاخير اصلي من تكارتوني، شفتم اكستند بلس ضد اللهيب الحارق وش اسمه زيتا. اذا يا اصدقاء لنبدا هذا المعركه. سو يا اصدقاء بنعمل ثلاث نزالات في النوع الدفاعي، هذا هو الدفاعي هكذا، وبالنوع الهجومي this is هجومي، شفتم الرجل هجومي، وثلاث نزالات في الهجومي في النوع الهجومي، وثلاث نزالات واخيرا ثلاث نزالات في النوع التحمل. واكيد بنعكس القطعه مع اكستند بلس مع شو اسمه زيتا، so we're gonna switch them. So يا أصدقاء، so this is gonna be the battle and yeah يا أصدقاء لنبدأ هذا المعركة. يا أصدقاء اشتركوا الآن لتحصلوا على بلابل مجانا. إذا لنبدأ، اللهيب الحارق نوعه تحمل هجومي ودورانه يمين، واللهيب شو اسمه الأخير الأخير نوعه تحمل، شوفكم استعملوا هذا. إذا بنبدأ، من سوف يفوز يا أصدقاء لنرى. 3 2 1 انطلق انطلق. واو من سوف يفوز؟ واو وات. واو من سوف يفوز؟ واو وات. يا أصدقاء أوه ماي جاد، شفتم؟ أوه ماي جاد، الفائز أكيد الأخير الأخير فاز 2-0. واو والله العظيم that was awesome. This Beyblade نوعه دفاعي switched. Okay بنبدأ. That was an awesome burst finish guys. اشترك الآن if you're not subscribed. If you're new here اشترك الآن. Okay 3 النزال الثاني 3 2 1 go shoot. Go shoot. Whoa من سوف يفوز؟ burst finish تحطيم البلبل ولا شوف. Okay. Whoa, another one. What the heck is going on? اللهيب لماذا؟ What? 4-0. Whoa. الآن بنحطه في النوع شو اسمه؟ في النوع الهجومي. شفتم؟ See, you can see. This is شيء هجومي for this Beyblade. ودوران هو يمين. Okay. النزال الأخير ثالث اوكي ليتس جو 3 2 1 انطلق انطلق. واو من سوف يفوز؟ 5-0 ولا 4-1؟ لا 4-1. اوكي اللهيب 1 وهذا البلبل 4. واو الأخير الأخير is doing very good. So as you guys saw, this is 4. هذا البلبل 4 وهذا البلبل بس 1. Just 1. Okay. الآن نمط اللهيب الحارق سوف يكون تحمل، ودورانه سوف يكون يساري، وهذا البلبل هجومي. Okay. نوعه هجومي. إذا لنبدأ النزال يا أصدقاء، لنبدأ النزال. نوع اللهيب الحارق هو شو اسمه الدوران اليسار، ونوعه تحمل، والأخير الأخير سوف يكون في النمط الهجومي. إذا بنبدأ 3 2 1 ريب. أنت بيفوز. واو ضربات قوي. شوف اللهيب لماذا؟ اوكي خسر الان 5-1. This is 5 and this is just 1. لماذا؟ اوكي النزال الثاني بنحط هذا البلبل في شو اسمه في النمط التحمل in white spin. اذا لنبدا 3 2 1 لرويت انطلق. واو باونسي باونسي فيري باونسي. من سوف يفوز؟
اللهيب ولا الأخيل؟ نو 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 اللهيب خسر. Why? I guess it's because of the tip. شفتم الزيتة is very bad compared to Extend Plus. Okay. النزال الثالث نوع شو اسمه نوع الأخيل سوف يكون في الدفاع. نفس الشيء تحمل ودورانه يسار. أوكي. ثلاثة اثنان واحد انطلاق. 3 2 1 go shoot. The reason why Achilles is winning is because of its metal, hadith. Because of the hadith it has, it's just so, so strong. And for like shusma, al-akhil, al-lahib, the metal is only inside the center, so it's not going to do that much damage. So al-faiz, 7-1, best wahed. Limada. I guess the reason is because of it, the metal being outside. And shuftum, this very heavy contact. And this Beyblade has only metal over here, which is, and rest all are plastic. So that's the difference. So يا أصدقاء, النزال الأخير سوف يكون اللهيب سوف يكون الآن في النمط الدفاعي. In the defense mode. And ونوعه ودورانه سوف يكون في اليمين. يا أصدقاء لنرى من سوف يفوز. أكيد الأخيل سوف يفوز. But let's see guys. It might win by burst finish too. It might burst him. I don't know. نوع الأخيل تحمل في stamina type. وهذا البلبل دفاع. لنبدأ. 3 2 1 انطلاق. انطلاق. Bouncy versus the unbouncy Beyblade. لنرى من سوف يفوز. Whoa. Finally! Oops. Okay. Okay, Fuzz. هذا البلبل فاز. 2-7. Okay. 2-7. I told you it has a chance. And now let's see if it's gonna win or not. دفاع ضد الدفاع. لنرى من سوف يفوز. 3-2-1. انطلق! الأخيل! لا, اللهيب! Who's gonna win? من سوف يفوز؟ No, 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 la. Oh, finally. Al-Lahib falls. Just one click to burst. Wow. Al-An, 3-7. Al-Lahib, 3. وهذا البلبل 7. Okay. النزال الأخير. This Beyblade is gonna be في النوع الهجومي. نفس الشيء دفاعي. And after this بنعكس القطعة. And let's see who's gonna win, okay? 3-2-1 انطلاق. انطلاق. Who's gonna win? ضربات قوي. Whoa. Oh, best finish. 9-3. What? Okay. الآن بنحطه في النمط التحمل. Okay. Let's begin. 3-2-1. انطلاق. وانطلاق. What a bouncy bay. الفائز هو الأخيل. 10-3. Okay. ونوع الأخيل سوف يكون في الدفاع. See as you can see. Defense. لنبدأ. 3-2-1. انطلاق. انطلاق. من سوف يفوز؟ Oh no. اللهيب فاز الآن 4 وهذا البلبل 10. 10-4. It's pretty obvious who won. الأخيل فاز في هذا المعركة. So, أصدقاء, we're gonna switch the parts. بنعكس القطعة. بنعمل 5 نزالات and let's see who's gonna win this one. Okay, نوع Extend Plus, شفتم؟ نوعه
دفاعي. Actually, you know what? I put تحمل. Stamina type تحمل. و this one دفاعي. شفتم؟ هنا من سوف يفوز. Alright. ثلاثة. اثنان. واحد. انطلاق. أغيد ولا اسمه ماهر. ماهر سوف يفوز. واو! ماهر! ماهر! You're a win! All fuzz! Finally! ماهر فاز. واو! اثنان صفر. Okay, this is gonna be a different one, so that's why I'm not counting it in the real match. So, اثنان صفر. واو! الأخير خسر. واو! Okay. الآن نوع الأخيل سوف يكون في الهجوم. وهذا البلبل دفاع. Defense type. لنرى من سوف يفوز. 3-2-1 انطلاق. انطلاق. الأخيل. أغيد. لا. أغيد سوف يخسر في هذا النزال. We can clearly see that. النتيجة واضحة. It's because of the tip. It's because of the tip. Oh my god. Okay. الآن نوع هذا البلبل سوف يكون هجومي وبحط هذا البلبل في الدوران اليسار وهذا البلبل تحمل. Okay. Also guys, بنعمل hand a spin. Hand a spin. هكذا. Okay. Okay أصدقاء. النزال الثالث. بنعمل الهاند سبين. هاند سبين. اوكي. 3-2-1 انطلاق. انطلاق. واو باز. What the heck is going on? It's all because of the tip. Oh my god. 3-0. اوكي. النزال الرابع سوف يكون دفاعي. هذا البلبل سوف يكون دفاعي. وهذا البلبل سوف يكون تحمل. استمع. وأكيد بنعمل هاند سبين. Because that's what everyone likes. Okay? 3-2-1. انطلاق. انطلاق. من سوف يفوز؟ اللهيب. Win this battle with the first finish. لا. سوف يخسر. اللهيب سوف يخسر. What? What is going on? What? The extent plus ship is doing everything. Oh my god. Okay. 4-0. ونحط هذا البلبل اللهيب الحارق في شو اسمه في التحمل وهذا البلبل في الدفاع. اوكي. 3-2-1. سو هاند سبين فيرست. 3-2-1 انطلاق. انطلاق. واو شفتم؟ او ماي جاد. او ماي جاد. من سوف يفوز؟ وات يو والله العظيم. This is so, what the heck is going on? الفائز اللهيب. So what I understand from this battle, Extent Plus is very strong vs Zeta. So هذا هو النزال. شكرا يا أصدقاء. If you stayed till here, please subscribe. I know you enjoyed this video. اشترك الآن. Okay. إذن نرى مرة ثانية. مع السلامة. Also, Ramadan Kareem. Bye-bye.